من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، طلاب الأعزاء، نلتقي في هذه الجزئية الثالثة من المحاضرة الثالثة، وسنبدأها بتصويب بعض الأخطاء الشائعة المتعلقة بإعراب جمع بإعراب الأفعال الخمسة أو بجزم الفعل المضارع. فمن هذه الأخطاء الشائعة من الطلاب من يقول: المسافرون سوف يعودوا غدا. يعود خطأ، لأن الفعل لم يسبق بناصب ولا جازم. فالصواب أن نقول: المسافرون سوف يعودون غدا، فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. مثال آخر: لم يبقى أحد في البيت، وهذا خطأ. نقول: لم يبقى أحد في البيت، نحذف الألف من الآخر ونضع الفتحة ونقول: فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفتحة عوض عن الألف المحذوفة. أيضا هناك من يقول: لماذا لم تأتيان إلى صلاة الفجر؟ لماذا لم تأتيان خطأ، لأنها مسبوقة بلم الجازمة، ولم تجزم الفعل المضارع. تأتيان على وزن يفعلان من الأفعال الخمسة. الصواب أن نقول: لماذا لم تأتيا إلى صلاة الفجر؟ تأتيا فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أما العنوان الذي يليه فهو إعراب الفعل المضارع المعتل الآخر. عرفنا فيما سبق إذا كان معتل الآخر بالألف أو الواو أو الياء في حال الجزم فإنه يجزم بحذف حرف العلة. أما إذا كان المعتل الآخر لم يسبق بناصب ولا جازم، مثل: يرى المسلم خيرا. يرى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. التعذر يعني مستحيل نطق الحركة. يرى، هل تستطيع أن تأتي بالحركة؟ كلا. إذن يرى، يسعى. يسعى الحاج بين الصفا والمروة. يسعى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. كذلك لو أدخلنا لن، نقول: لن يسعى المؤمن بين الناس بالفتنة. يسعى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. ولو كانت الكلمة عبارة عن اسم أيضا فإن الاسم يجر بكسرة مقدرة. مثال ذلك نقول: مررت بالفتى. الفتى اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. إذن ما أريد قوله أن الكلمة سواء اسم أو فعل إذا كانت منتهية بألف فإن الحركة مقدرة، منع من ظهورها التعذر. نحفظ ذلك تماما ولا نخلط بين المسميات. فالألف يناسبها التعذر بمعنى مستحيل نطق الحركة. أما لو كان الفعل منتهيا بالواو أو الياء وهو مرفوع، مثال ذلك: يدنو الطفل من حضن أمه. يدنو فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل. يعني ممكن أن ننطق بالحركة لكنها ثقيلة، نقول يدنو. لكن هل يصح لغة أن نقول يدنو الطفل من حضن أمه؟ كلا، لا يصح.
وإنما لفظت الحركة من أجل فقط أن أوضح للطالب ما الفرق بين الثقل والتعذر. كذلك لو كان منتهيا بالياء يجري الولد في الملعب فهي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. أما لو كان الفعل مسبوقا بناصب مع الواو والياء فإن الحركة تظهر، نقول لن يدنو العدو من أرضنا، الفتحة تظهر بسهولة، لذلك نقول فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وكذلك بالنسبة للياء تقول لن يجري إلا ما يريد الله، لن يجري، يجري فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذن خلاصة الكلام أن الألف تقدر عليها جميع الحركات فتحة كسرة ضمة بسبب التعذر، الواو والياء تظهر عليهما الفتحة وتقدر عليهما الضمة للثقل. هذا ما أردت في هذه الجزئية من المحاضرة الثالثة، نلتقي في المحاضرة الرابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.